وجه رسالتنا عيل للإعلام القدير مفيد فوزي بعد وفاته النهارده. أكيد طبعا كان إعلام كبير جدا وقامة وقيمة كبيرة جدا في الإعلام، وبقول الله يرحمه، وأكيد فقدنا شخصية كبيرة جدا يعني. مفيد فوزي كان قيمة وقامة في مجال الإعلام، بس نلقبه بقى بالمحاور الفنان اللبق القدير الصحفي، كل ما يخص الإعلام كان متوفر في هذا الرجل. فأنا بقول له الله يرحمك، والإعلام فقد قيمة وقامة كبيرة زي مفيد فوزي، الله يرحمه. بنى الشعب المصري في وفاة الإعلام المحترم مفيد فوزي، محاور كان علامة مميزة في تاريخ الإعلام وتاريخ مصر. الصحافة والإعلام خسروا قامة يعني كبيرة، والراجل قدم كتير قوي، ويعني حاجة يعني أكيد خسرنا حاجة كبيرة. مفيد فوزي من القامات الكبيرة جدا، ومن الحاجات النادرة اللي صعب تتكرر في مصر يعني، ومش عارفين نقول ايه، بس يعني هو حاجة من الحاجات اللي صعب تتكرر يعني. ربنا يرحمه، ألف رحمة تروح له والله. وبصراحة نقول إن الصحافة فقدت صرح كبير قوي من الصروح بتاعتها والله النهاردة. رجل له تاريخ ماضي وله تاريخ حاضر، وربنا يرحمه بإذن الله يعني. مفيد فوزي شخصية محترمة وتاريخ، ده هو تاريخ أصلا يعني، اللي يسمع الأستاذ مفيد فوزي بيسمع تاريخ، واللي يتكلم عنه يتكلم عن تاريخ كبير يعني. ربنا يرحمه.